دقيت عليه وما حدا رد. اكيد ما حدا فتح ولا انت خجلت تدق الباب؟ فرحان اذا مانك مصدق روح دق انت، دقيت شي 1000 مرة ما حدا فتح. وهلا شو بنساوي؟ ما بعرف. احمد قل لي ليش ما بصير مع غيركم هيك؟ كيف يعني؟ ما بعرف، كنت عم حاكي حالي. فرحان شبك متضايق؟ لا مبسوط. يعني مصدقها حالي انه امك ترجعنا من الشام للاذقيه، من اللاذقيه للشام 400 كيلو متر رحى و400 كيلو متر رجعه مشان اني تضغط اللي قد قدها، وهي اللي نقلت معه مصحف شي البيت مشان ما يلزمها شيء، ما لقيت تنسالها. يعني امك ما لقيت تنسالها ضوء الضغط؟ احمد فوت ميت الجراجيف. يا فرحان كم مره عدت وفتحت؟ عدت وفتحت بهي البوابه. طول الطريق وانت تعد على امي وعلى فصولها. احمد هلا فيك تفهمني ليش امك نسيت ضوء الضغط؟ مو مشان تنكد علينا؟ ما بدي يعني اقعد مع سمر. انا بعرف. شو هالروايح هاي خلقنا؟ شو بدي نرفع لضغط على البحر؟ ايه بترفع ضغط بلد. فوت هاد ضوء الضغط وخلينا نمشي. والبيت؟ شو البيت؟ هيك بدنا نتركه؟ ما بعرف شو رايك؟ خليني افكر. ايه فكر فكر. احمد طلع معك شيء؟ ما طلع شيء. طيب هات البوقجي فوتها لجوا وهات ضوء الضغط وخلينا نمشي. بس فرحان تعال فوت معي. شو خايف؟ لا ماني خايف بس يعني انت مانك خايف انت؟ فوت قبلك؟ فوت. عاوني بالبوجي. بس بدي افهم شو نوع ضوء الضغط بتستعمله امك؟ دورنا مشان نوصل ضليات تلاقيه وكل ما كنا تلاقيه.